السلام عليكم، نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. وقفة احتجاجية حاشدة ضد الاحتلال التركي وممارساته في قرية دير جمال بريف حلب الشمالي. مناورة ثانية خلال أيام، جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاكي حربا مع المقاومة اللبنانية. وفي 9 مدن أوروبية مظاهرات شارك بها برلمانيون احتجاجا على استمرار نظام أردوغان باعتقال المرضى. نظم أهل قرية دير جمال بريف حلب الشمالي وقفة احتجاجية رفضا للاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية المسلحة، منددين بجرائمهم الوحشية بحق المدنيين. جئنا لنؤكد وحدة الدم، وحدة الأرض، وحدة المصير في سوريا الأسد، في سوريا بشار الأسد، في وجه أردوغان الطاغي الذي سرق ونهب واحتل الأرض. أنا هون جاي نعبر عن رأينا واستنكارنا لأعمال أردوغان الطاغي الذي سلب الأرض وقطع الشجر. سنظل واقفين وراء قيادتنا الحكيمة بقيادة الرئيس بشار حافظ الأسد لتحرير آخر شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية. لابد أن يخرج تركي من أراضينا، هذه أراضينا، وسوف لن يرفرف عليها إلا العلم السوري ذو النجمتين، قولا واحدا وقطعا. وهذا قرار وليس خيار. لا للاحتلال، لا للقتل، لا للتدمير. كفى لنقول للنظام التركي كفى تهجير هذه المناطق، ولا نقبل تحرير هذه المناطق في الشمال السوري محافظة حلب إلا عن طريق الجيش العربي السوري والدولة السورية بقيادة السيد الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد. مع استمرار عمليات التسويات في مراحلها الأخيرة بمحافظة درعا، ومع بدء عودة الأمان التدريجي لمدن وبلدات المحافظة، ثمن الأهالي أهمية إنجازات الدولة السورية في إرساء الأمن والاستقرار عبر إنجاح هذه المصالحات التي أعادت المحافظة إلى طريقها الصحيح. اليوم بعد أن تمت المصالحات والتسويات في محافظة درعا يسود الأمن والأمان، أكثر من 10,000 اللي عملوا تسويات، وأكثر من يعني في أيضا أكثر من 3,000 عسكري فار عادوا إلى الخدمة العسكرية، والحالة الشعبية تشعر بارتياح كبير. الأمن والأمان أصبح سائدا، الناس بالشوارع يعني يا ريت صلت الكاميرا وشوف زحمة الناس بالشوارع. عادت درعا إلى وضعها الطبيعي، هناك بعض المنغصات، بعض الاغتيالات طبعا تختلف من حالة إلى أخرى، هناك تصفيات بين بقايا المسلحين بين بعضهم، وهناك أيضا اغتيالات يعني عمل إرهابي حقيقي، وهذا شيء طبيعي يعني، ولا بد أن ينتهي هذا بالإصرار وبالإرادة وبالعمل، وفي يحتاج أيضا إلى وقت. التسويات اللي بذلت الدولة والله تسوية مريحة جدا، ويعني كل واحد لازم يبادر عليه، والحمد لله طب الأمن والإطمئنان، والعصابة أو العصابات المسلحة اللي معها مسلحة ظل كمية قليلة جدا، وإن شاء الله إحنا بنقدر هالمواطنين بمساعدة الأمن ومساعدة الدولة إنه نقدر نقضبهم ونسلمهم لهالدولة. رجع الأمن والأمان، صار الواحد يطلع بالليل يطلع بالنهار أيمتى ما بده، يعني ما عاد في خوف. لا هسه الأمور الحمد لله تمام، يعني ما ظل في مشاكل بالمرة، يعني ولا في سلاح، ولا بتشوف مسلحين بالشوارع، ولا هذا شايل بارود وهذا شايل فرد، ما ظل منه الحكي. عودة الحياة الطبيعية إلى مجاريها، الصورة تعبر عن الواقع مباشرة. التسويات هي عبارة عن مرحلة متقدمة جدا نحو المصالحة العامة، حيث أبدأت المحافظة تشهد عودة الحياة الطبيعية إلى كل دوائر الدولة والمدارس والأعمال والمزارعين، وهذا خير السماء أيضا إن شاء الله يكون عبارة عن خير يطفئ نار الفتنة وما حدث في المحافظة. كنا بحاجة ماسة للتسويات وعودة الأمن والأمان لسوريا وبدرعا بشكل خاص، يعني لاحظنا بالفترة الأخيرة وخصوصا بعد إزالة الحواجز صار فينا نتنقل بأي منطقة ونروح ونيجي، حتى صار في أمان، صار في اطمئنان من قبل وارتياح شعبي كبير من قبل كافة الجماهير بدرعا. صار بنقدر احنا باي لحظه كنا اول شيء كان في تحفظ، كان في خوف، كان في مظاهر سلاح، كان في مظاهر سلاح، هسه كلها زالت هاي المظاهر، صار في امان، صرنا نقدر نتحرك براحتنا.
عسكري كشف أن المواجهات في جبهتي الضباب وتبتبشعة أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المرتزقة وإحراق عدد من الآليات خلال كسر زحفهم الهدف إلى إشغال الجيش واللجان عن التقدم في جبهات مأرب. يواصل 7 أسرى في معتقلات الاحتلال الصهيوني إضرابهم المفتوح عن الطعام وسط تحذيرات من استشهاد أحدهم مع تدهور حالتهم الصحية جراء تعنت الاحتلال في التوصل إلى أي اتفاق ينهي إضرابهم. من جانبه أكد نادي الأسير الفلسطيني أن مخابرات الاحتلال تواصل تعنتها في الاستجابة لمطالب الأسرى المضربين وسط مخاطر كبيرة ومتصاعدة على حياتهم، فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى 500 معتقل بينهم قاصرون. أطلق جيش العدو مناورة جديدة تهدف لمحاكاة حرب مع المقاومة الوطنية اللبنانية ومحور المقاومة، تتضمن إطلاقا مكثفا للصواريخ ومن ضمنها صواريخ دقيقة نحو المنشآت الحيوية في كيان الاحتلال، ما يؤدي إلى انقطاع في الكهرباء في مختلف المناطق. كما تشمل المناورة سيناريو إخلاء المستوطنات الأمامية مع لبنان في ظل توقع دخول المقاومين إلى الجليل والسيطرة على بعض المستوطنات مع استعمال صواريخ تدميرية ثقيلة قصيرة المدى. هذا وكان جيش الاحتلال أعلن الخميس عن انتهاء مناورة عسكرية تحاكي سيناريو حرب متعددة الجبهات مع التركيز على شمال الأراضي المحتلة. ذكرت صحافة العدو أن سلاح الجو الإسرائيلي يخطط لبدء مناورات محاكاة لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في الأشهر المقبلة. وفي مشهد استفزازي أعلن جيش الاحتلال أن مقاتلاته رافقت قاذفة أمريكية خلال عبورها سماء الأراضي الفلسطينية المحتلة متجهة إلى منطقة الخليج، وذلك بزعم استمرار التعاون العملياتي مع القوات الأمريكية. في مقابلة أجرتها معه صحيفة إيران اليوم، ندد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بمواقف الولايات المتحدة بخصوص مباحثات العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وشدد عبداللهيان على أن هناك طريقا بسيطا لاستئناف التفاوض في فيينا، وهو يتمثل بعودة إدارة الرئيس الأمريكي إلى الصفقة، وشدد على أن إدارة بايدن تسعى إلى إبقاء جزء كبير من العقوبات المفروضة على إيران في عهد ترامب، معربا عن رفض طهران القاطع لذلك. أبدى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين شكوكه حول رغبة طهران في العودة إلى المباحثات بشأن برنامجها النووي، مؤكدا أن جميع الخيارات على الطاولة لدى واشنطن في هذا الصدد. وفي كلامه لشبكة CNN لفت بلينكين إلى أن واشنطن وحلفائها يرون في الدبلوماسية أفضل طريقة للتعامل مع ما أسماها المخاطر والتهديدات الناجمة عن برنامج إيران النووي، زاعما أن طهران تمضي قدما بتطوير برنامجها النووي بشكل عدواني. أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن قناعة بلاده بأن استئناف الاتفاق النووي مع طهران بصورته الأصلية دون إدخال أي تغييرات يمثل الطريقة الوحيدة لإحياء الصفقة. وفي تصريح للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين، حمل لافروف الولايات المتحدة المسؤولية عن تصعيد الأوضاع في منطقة حوض البحر الأسود خلال إرسال سفنها الحربية، متهما واشنطن بمحاولة دفع الدول الساحلية المنتمية إلى حلف الناتو في حوض البحر الأسود إلى انتهاج سياسات صدامية إلى حد كبير. شهدت 9 مدن ألمانية وفرنسية وبلجيكية وبريطانية وهولندية مظاهرات متزامنة احتجاجا على استمرار نظام الرئيس التركي باعتقال المرضى. وفقا لصحيفة زمان التركية، شارك في المظاهرات أعضاء في البرلمانات والعديد من المنظمات غير الحكومية ومتطوعون ولاجئون أتراك، مطالبين برلمانات بلادهم بالضغط على نظام أردوغان للإفراج عن السجناء المرضى. Wir wollen die Menschen.
توصل قادة دول مجموعة العشرين إلى اتفاق بشأن حصر الاحتراز المناخي بدرجة ونصف الدرجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. البيان الختامي للمجموعة التي عقدت قمتها في روما قال إنه تم الاتفاق بين دول المجموعة على التوقف عن دعم مشاريع المحطات الجديدة للطاقة التي تعمل بالفحم على المستوى الدولي بحلول نهاية عام 2021، إضافة إلى رصد 100 مليار دولار لدعم الدول الفقيرة في مواجهة أثار التغيير المناخي، فيما دعت المسودة إلى العمل على الوصول إلى نسبة تطعيم 40% ضد فيروس كورونا بنهاية العام الجاري و70% بحلول منتصف العام المقبل. خلال خطابه عبر تقنية الفيديو في اجتماع مجموعة العشرين، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده ستظل ملتزمة بالانفتاح بعد القيود التي فرضها فيروس كورونا. وقال شي جين بينغ إن انفتاح بلاده بما يتماشى مع سياسة الدولة الحالية هو من أجل إطلاق العنان لإمكانيات سوق الصين الضخمة والطلب المحلي الهائل. ودعا الرئيس الصيني إلى الوحدة العالمية في مواجهة جائحة كورونا، مطالبا الدول المتقدمة بقيادة جهود الحد من انبعاثات الكربون في اجتماع مجموعة العشرين. هذا وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن موجة التفشي الأخيرة لكورونا في الصين امتدت إلى 14 مقاطعة، فيما تم تسجيل 71 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية. وأعلنت اللجنة أن وضع الوقاية من الوباء والسيطرة عليه لا يزال قاتما ومعقدا، إذ أن حالات العدوى تواصل انتشارها بسرعة. وفي نفس السياق قال كبير خبراء الأوبئة في الصين تشونغ نانشان إن البلاد ستكون قادرة على احتواء الموجة الأخيرة لتفشي كورونا بشكل فعال في غضون شهر. إلى أخبار الاقتصاد مع تيماء. تفضلي تيماء. مساء الخير مشاهدينا. بداية الأخبار الاقتصادية مع العناوين. سوريا وباكستان توقعان مذكرة تفاهم لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وتنفيذ مشاريع استثمارية. تواصل عمليات جني محصول القطن في محافظة دير الزور للموسم الحالي وتوريد 1124 طنا من القطن للمحلج. أهلا بكم. وقعت سوريا وباكستان مذكرة تفاهم تنص على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للشؤون التجارية والاقتصادية، وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية لدى البلدين. وتهدف الاتفاقية ومدتها 5 سنوات إلى إيجاد آلية لمتابعة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الاستثمارية وعقد الصفقات التجارية وتنظيم المعارض والملتقيات واستكشاف الفرص والمجالات الواعدة للتعاون. بهدف تأمين حاجة الأفران من الدقيق، يواصل عمال مطاحن حمص عملهم على مدار 24 ساعة لتأهيل المطاحن التي تعرضت للأعمال الإرهابية وخرجت عن الخدمة. جهود كبيرة وعمل دؤوب يبذله عمال مطاحن حمص على مدار 24 ساعة لتأمين حاجة الأفران من الدقيق. 5 مطاحن عامة لم يبقى منها داخل الخدمة سوى مطحنة الهلال، والعمل مستمر لتأهيل المطاحن التي تعرضت للتخريب وخرجت عن الخدمة نتيجة الأعمال الإرهابية. 230 فرناً في محافظة حمص يتم توزيع الطحين عليها بالتنسيق بين مديرية التموين والمطاحن. كان عندنا 5 مطاحن، 2 خارج الخدمة 100% نتيجة أعمال إرهابية، والثالثة كمان نتيجة أعمال إرهابية عم نعيد ترتيبها وأخلاع إن شاء الله خلال فترة قادمة. المرحلة الثانية قيد الانتهاء،
وثالث مرحلة مرحلة الآلات كانت 200 طن عم نعملها على 400 طن. عندنا مطحنة بتلكلخ طاقتها 600 طن تقريبا، يعني فينا نغطي حاجة حمص من إنتاجها على أول العام إن شاء الله أقلعها. مطحنة الهلال تعمل اليوم بكامل الطاقة الإنتاجية وعمالها يبذلون كل جهد في أعمال الصيانة والتأهيل. أما مطحنة الوليد فتم الانتهاء من المرحلة الأولى ووصلت إلى نهايات المرحلة الثانية. نقوم باستلام الأقماح من الصوامع وغربلة الأقماح وتنظيفها ومن ثم تجهيز لعمليات التخمير. فعنا مرحلتين تخمير، التخمير أول وتخمير ثاني حتى وصولها لعملية الطحن من أجل الحصول على دقيق مطابق المواصفات القياسية السورية. في عندنا قسم التعبئة يتم تعبئة كامل الإنتاج 24 ساعة خلال الفترة الصباحية وتتم توزيعها على الأفران الخاصة والحكومية. الطاقة الإنتاجية المطحنة اللي كانت السابقة كانت 200 طن باليوم، هلأ بده يتم التعاقد على تركيب آلات للوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 400 طن باليوم. نهاية العام ستدخل مطحنة تلكلخ في الخدمة بطاقة إنتاجية تصل ل 600 طن والتي ستغطي حاجة حمص بالكامل. تفقد وزير الموارد المائية المهندس تمام رعد واقع مشاريع المياه في محافظة حماة مؤكدا أهمية الإنجاز في المواعيد المحددة. خلال جولة تفقدية على واقع المشاريع المائية في محافظة حماة، اطلع المهندس تمام رعد وزير الموارد المائية على مراحل العمل في خط جر حماة الجديد، وزار سد الرستن ومحطة بسيرين لإرواء 300 هكتار في المناطق المرتفعة عن شبكة حمص حماة. هذا المشروع في هذا العمود أرصد له ما يقارب 2,800,000,000 كامل الأعمال المخططة لهذا العام وصلت لمراحل نهائية، ومن المتوقع وضع هذا المشروع في العام القادم حيث تم رصد 4 مليارات في خطة 2022 بدءا من خط جر حماة الثاني الذي سوف يغذي مدينة حماة ومدينة السلمية، وانتهاء بموقع الأربع آبار في مدينة مصياف. ستساهم بتنمية كاملة، ستساهم بمساعدة أكثر من 2,000,000 نسمة. محطة معالجة مصياف، هذه المحطة إن شاء الله تعالى سوف ترى النور قريبا وهي في مرحلة الاستلام. الكمية المياه التي سوف تعالجها حوالي 4,000 متر مكعب، ويمكن في الأيام هي مخصصة ل 8,000 متر مكعب. طبعا في المراحل الأخيرة تكلفتها اليوم حوالي 3 مليار ليرة سوري. الجولة شملت نقطة الربط الهيدروليكي في سلحب ومحطة الصرف الصحي في مصياف ومشروع مياه مصياف الجديد. هذا المشروع الهام الذي يعلمه الجميع والذي يروي 65 تجمع وحوالي 3 مليون نسمة أقلع بشكل جيد بعد أن أعاد الجيش العربي السوري مسار هذا الخط الحقيقة إلى سيطرة الدولة، وحجم العمل المنجز خلال هذا العام سيصل إلى حوالي 3 مليار ليرة سوري. قمنا بتنفيذ هذا المشروع بين الجسر المطل على دير شميل والجسر الأثري القديم، حيث قمنا بأخذ المياه الفائضة عن السد إلى مشروع طار العلا الذي يسقي أراضي سلحب وال طار العلا كاملة الشهر الرابع والخامس والسادس حتى السابع. في نهاية الجولة شدد الوزير رعد على ضرورة إنجاز هذه المشاريع في المدد والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والخدمية منها. وفي محافظة دير الزور تتواصل عمليات جني محصول القطن للموسم الحالي، حيث بلغت الكمية الموردة لمحلج دير الزور نحو 1,100 طن. بمساحة مزروعة قاربت 4,200 هكتار، يوصل مزارعو دير الزور جني محصول القطن، إلا أن ضعف التوريدات وعدم الوصول إلى الكميات المتوقع تسويقها انعكس سلبا على الإنتاج الذي جاء عكس التوقعات لهذا العام. كميات الأقطان المستلمة من الجمعيات الفلاحية والأخوة المزارعين 1,124 طن تم توجيهها إلى محالج حمص وحماة. عملية تسويق الأقطان مستمرة لتاريخ هاي اللحظة، تجاوز 1,000 طن لتاريخ اليوم، ولكن كان هناك معوقات وصعوبات تعرض لها موسم القطن لهذا العام، وأهمها كان انحسار نهر الفرات. نعاني من بالنسبة للمنطقة الشرقية بالذات هي منطقة البوكمال، نعاني من نقص بل الإنتاج، وهو نقص الإنتاج عائد لسوء البذار. يعزو فلاحو دير الزور سبب ضعف الإنتاج إلى سوء نوعية البذار
التي جرى توزيعها بالتوازي مع بدء عمليات زراعة المحصول، حيث اضطر بعض الفلاحين لزراعة الأرض بالبذار مرتين لعدم الإنبات وعدم كفاية كمية السماد. كنا متفائلين بالخير عند ما صار القطاف، وإلا يعني نص الموسم فاشل. بعدين عندنا شغلة، البذور طلعت ما كما يجب، يعني بذور طلعت فاسدة. يعني أول ما بذرنا ما طلع، ردينا أخذنا بذر مرة ثانية طلعوا قليل، راجعنا الوحدة الإرشادية طلعهم علينا جماعة يقول لك العطل من البذر محروق زيادة. كل 10 امتار طلعت حبة، هاي ولا سماد ولا مية. القطن مضروب يا ابو، والله انا هالحاكيك عندي 8 دوان بجوز ما يلقطن حتى 200 كيلو من الدودة والعطش والبزر. مدير زراعة دير الزور أكد أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الزراعة بناء على شكوى الفلاحين، والتي قامت بأخذ عينات ومعاينة البذار، وعزت الأمر بأن عدم الإنبات وضعفه سببه عدم تحضير الأرض بشكل جيد من قبل الفلاحين، وهذا ما لم يساعد البذار على الإنبات في المرة الأولى. أكد هيثم زاهر مدير الشركة العامة للألبسة الجاهزة وسيم أن ضمن رعاية الدولة الكبيرة لأبناء وذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري، تعمل الشركة حاليا على تهيئة البنية التحتية للوحدة الإنتاجية 11 في قرية بسنديانا في ريف اللاذقية، والوحدة 12 في جنينة ريسلان، علما أن الآلات كلها تقدم مجانا من قبل الجهات الداعمة ووزارة الصناعة. وأكد زاهر أن العمل على إنشاء الوحدات الإنتاجية مستمر، وهناك توجيه لإدارة الشركة لتوسيع قاعدتها بحيث تغطي الريف السوري بكامله بهدف تحسين الوضع الاجتماعي وخلق فرص عمل لأبناء وذوي الشهداء في أماكن سكنهم دون أي تكلفة، وبالشكل الذي يمكن هذه الوحدات من تحقيق ريعية اقتصادية وربح وتنمية مستدامة في الريف السوري، علما أن الوزارة أصدرت الصك القانوني لإحداث هذه الوحدات التي حملت طابع منشأة اقتصادية لقوننتها ورصد الاعتمادات اللازمة لها وأخذ موافقات الجهات المختصة بذلك. أنهت الورشات الفنية التابعة لقسم كهرباء القامش لعمليات الصيانة والإصلاح لعدد من خطوط النقل المتوسطة، إضافة إلى خط 66 كيلو فولت. وبين رئيس قسم كهرباء القامش للمهندس حسين العايد أنه تم تبديل سلسلتي عوازل على خط 66 كيلو فولت الرابط بين محطة تحويل كهرباء القامش للرئيسة ومحطة التحويل الشمالية، إضافة لإصلاح خط طرطب 20 كيلو فولت وخطوط الصالات المساكن أم فرسان وإعادة الخدمة إلى المشتركين. وكانت ورشات الصيانة في الشركة العامة للكهرباء أنجزت خلال الأسبوع الماضي عددا من صيانات خطوط النقل المنخفضة والمتوسطة في مدينتي الحسكة والقامشلي. ختام النشرة الاقتصادية وعودة إلى السياسة مع نزار. شكرا. أطلقت وزارة الإدارة المحلية حملة نظافة في شواطئ محافظة اللاذقية في قطاعات عدة تستمر مدة شهر، تدعمها الجهات العامة بالآليات والكوادر بعد حادثة التلوث النفطي التي حدثت قبل شهرين. بمشاركة فعاليات أهلية وجهات حكومية، أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة حملة نظافة على الشواطئ تستمر لمدة شهر بالتزامن مع يوم البيئة الوطني الذي يصادف في الأول من تشرين الثاني من كل عام. تنطلق هذه الفعالية لمدة شهر أيضا بعد أن تم تقسيم المحاور العمل وكلفت جميع الجهات مع الجمعيات الأهلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للقيام بحملة النظافة. هدف هي الحملة هو كل بقعة من بقاع سوريا هي بيتنا، وأي محل بحاجة إلى هالمبادرات نحن مستعدين وجاهزين. هذه الحملة فيها 4 مواقع في مدينة جبلة، الموقع الأول جبيبات الغربية، الموقع الثاني ضاحية المجد، الموقع الثالث هو منطقة
لبحيث، والموقع الرابع هو منطقة الفاخورة، المنطقة الجانب عرب الملك. العمال توزعوا على جبهات، إذ تم تقسيم الجهات المكلفة بأعمال التنظيف على عدة قطاعات من شاطئ عرب الملك على الحدود الإدارية بين مدينتي جبلة وبانياس باتجاه مدينة اللاذقية، وصولا إلى الشاطئ في رأس شمرة بريف اللاذقية لاستكمال جهود تنظيف الشواطئ بعد حادثة التلوث النفطي نتيجة التسرب من محطة بانياس الحرارية قبل شهرين تقريبا. الهدف انه نوصل، نحاول قدر الامكان انه ننظف شواطئنا من المشكله اللي وقعت معنا بالاشهر الماضيه. رغبتنا بالعمل التطوعي هي اللي دفعتنا لحتى نحن نقوم ونشارك مع كل المديريات المعنيه بهذا العمل، ولحتى نحافظ على صحه مدينتنا. اجينا اليوم لنشارك بحمله بيئتنا بقاؤنا لحتى نحافظ على النظافه ولحتى نكون كلياتنا ايد وحده. تحسين واقع النظافة والوعي البيئي هو أمل ترنو إليه العيون المتجولة على هذه المواقع. من اللاذقية باسم عباس، قناة السما الفضائية. إلى العناوين. وقفة احتجاجية حاشدة ضد الاحتلال التركي وممارساته في قرية دير جمال بريف حلب الشمالي. مناورة ثانية خلال أيام، جيش الاحتلال الصهيوني يحاكي حربا مع المقاومة اللبنانية. وفي 9 مدن أوروبية مظاهرات شارك بها برلمانيون احتجاجا على استمرار نظام أردوغان باعتقال المرضى. إلى اللقاء.